السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع آية وحكاية. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودائر مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ما زلنا مع آية وحكاية، ولقاءنا النهاردة مع سورة الليل والآيات من 5 إلى 21. قال جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. نزلت الآيات الأخيرة ديت في أبي بكر الصديق، كما قال عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهم جميعا. أبو بكر الصديق في عز مكان الصحابة بيعذبوا في رمضاء مكة، فمر على بلال فوجده يعذب، وكان سيدنا بلال كان من الناس المعدودين على الأصابع الذي لم يأخذ الرخصة. يعني إيه؟ يعني أخذ بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة. الرخصة إن المولى عز وجل أنزل في تلك الآونة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني أنت لو كنت بتعذب وحصل إكراه لك إن أنت تقول كلمة الكفر من وراء قلبك، ما دمت هتقولها من وراء قلبك وقلبك مطمئن بالإيمان، فدي رخصة لك إنك تقولها علشان تنجو من عذاب المشركين. عمار بن ياسر أخذ بالرخصة، وبعض الصحابة أخذوا بالرخصة، لكن سيدنا بلال أخذ بالعزيمة. فكانوا يعذبونه، يعني أمية بن خلف الذي كان يعذب سيدنا بلال كان يقول له: آل لات والعزى إلهان من دون الله؟ فكان بلال يقول: أحد أحد. فيمر عليه أبو بكر ويقول: ينجيك الله الواحد الأحد. فيذهب أبو بكر، ومش مجرد بس كلمات زي ما النهاردة احنا احساسنا وشعورنا بألام اخواننا في سوريا، اسأل الله عز وجل ان يحقن دماءهم وان يفرش كربهم يا رب العالمين. مش مجرد فقط ان انا عينيا تدمع لرؤية الدماء التي تسيل، ولا الاطفال اللي بيقتلوا، او ان انا فقط يعني اتمتم كده اقول لا حول ولا قوة الا بالله، ان لله وانا راجعون. لابد من يعني اشياء نفعلها علشان نبرئ ذمتنا امام الله سبحانه وتعالى، لاننا سنسأل عن تلك المأساة الانسانية التي تجري على ارض اخواننا واهلنا في سوريا. أبو بكر حول المسألة لواقع عمل، إيش مجرد فقط بس كلمة، مش قال له بس ينجيك الله الواحد الأحد وسكت، وإنما ذهب وصف التجارات وجمع الأموال واشترى العبيد والأرقاء وأعتقهم لوجه الله سبحانه وتعالى. فقال المنافقون: والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عند أن هو بلال أكيد قدم له معروف قبل كده، فهو حب يرد له المعروف دوت. فسكت أبو بكر لأنه إنسان مخلص وتعلم الإخلاص على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فتولى الحق جل وعلا الرد: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. تعالوا نتناول الموضوع بشكل بسيط كده، ولكن قبل ما نبدأ حب أنوه لإخواني وأحبابي اللي كانوا بعتلي رسالة على الموبايل إن في إعلان على الشاشة. أنا طبعا مش شايفه الآن على الشاشة، لكن هو أكيد موجود قدامكم. في إعلان عن شركة سياحة اسمها شركة المحمود للسياحة. طبعا صاحب الشركة الله يسامحه ويهديه متعمد أنه ينزل الإعلان في برنامجي أنا علشان يوهم الناس أن الشركة ديت تبعي. الحمد لله رب العالمين، الشيخ محمود المصري من الناس اللي تعدوهم على صوابعكم في مصر كلها، اللي ما لهمش علاقة لا ببزنس ولا بمشروعات ولا بتجارة ولا لي علاقة بالمسائل دي خالص. الشركة دي لا ليها علاقة بيا ولا لي علاقة بيها، وأنا بطلب من صاحب الشركة بكل أدب بعد إذن حضرتك تطلب من القناة تحول إعلان حضرتك لبرنامج أي شيخ تاني. الحمد لله المشايخ الأفاضل كتير موجودين في القناة، ولا توهم الناس بأن الشركة دي تبعي، لأن لو الإعلان تكرر على الشاشة مرة واثنين وثلاثة سأضطر، عشان فقط ان انا ادفع عن نفسي ان يقال ان انا صاحب شركة سياحة، سأضطر ان انا اقول
للناس في الحلقة القادمة بتاعت بكرة إن أنا أقول للناس ألا تتعامل مع شركة المحمود للسياحة، لأن لا علاقة لي بهذه الشركة لا من قريب ولا من بعيد. وأرجو ألا ندلس على المسلمين، ما ينفعش إن أنا أجي واحد اسمه الشيخ محمود المصري ومجيب له إعلان شركة المحمود للسياحة علشان نوهم الناس إن دي شركته. ما ينفعش أجيب لي في حلقة للشيخ فلان شركة باسم قريب من اسمه عشان نوهم الناس إن دي شركته، فهذا تدليس على المسلمين. فأرجو أن نحذر من مثل هذا. وأن أكرر المرة الثالثة والرابعة والألف، أقسم لكم بالله لا علاقة لي بهذه الشركة، ومن شاء منكم ألا يتعامل مع هذه الشركة فيبقى جزا الله خيرا حتى تتأكد أنني لا علاقة لي بهذه الأمور. الحمد لله رب العالمين، في حياتي ما تاجرت ولا لي علاقة لا بالتجارة ولا المشاريع ولا البزنس. أنا عمري كل حياتي كلها مكرسها لكتبي ودروسي فقط، وأنا من المعدودين على الأصابع اللي ما لهمش علاقة الحمد لله رب العالمين بالبزنس، وربنا يبارك فيكم. تعالوا نكمل موضوعنا، نخلينا في موضوعنا. ففي قصة أبي بكر الصديق درس جميل جدا بيعلم الإنسان انه لابد ان هو يخلص النية لله سبحانه وتعالى. الناس لما قالوا له انت اكيد ابو اكيد بلال قدم لك معروف فانت بترد له المعروف دوت، ما ردش عليهم ما قالهمش لا ده انا بعمل العمل ده خالص لوجه الله. هو ما يهموش البشر، هو يهمه ان هو بيعامل رب البشر سبحانه وتعالى، ورب البشر سبحانه وتعالى مطلع على القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولا الى اموالكم، وانما ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. فابو بكر الصديق تعامل من هذا المنطق ومن هذا المنطلق، فنزل قول الله عز وجل: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. دروس جميل أوي بنتعلمها من سبب النزول دوت. بداية لابد أن يأخذ الإنسان بأسباب الهداية للآيات التي قبل ذلك: فأما من أعطى وتقى. لأن الناس كتير بتسأل هل أنا مسير أم مخير؟ أقول لك أنت مسير المخير، لست مسيرا في كل شيء ولست مخيرا في كل شيء، في أمور أنت مسير فيها وفي أمور أنت مخير فيها. فأما في أسباب الهداية فربنا أكرمك بالتخيير، ربنا سبحانه وتعالى ترك لك عمرك. هل حد ممكن يتخيل أن في حد أجبر على أن هو يعبد ربنا أو أن هو ما يعبدش ربنا؟ ما فيش حد أجبرك. هل ربنا سبحانه وتعالى أجبرك أن أنت تترك الإيمان؟ هل ربنا، استغفر الله العظيم، ده كلام يعني ما يقولوش إنسان مؤمن. فالمولى عز وجل أعطاك الطريقين وقال لك هو ده طريق الجنة وده طريق النار، وانت بقى اختار. والإنسان له مشيئة، والله عز وجل له مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب. قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. خد بالك، يبقى إذن في مشيئة للعبد وفي مشيئة للرب، ومشيئة العبد يقينا تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى، لأن الرب رب والعبد عبد، أنت في النهاية عبد لله سبحانه وتعالى. يبقى لابد أن أنت تأخذ بأسباب الهداية. خد بالك، شوف أسباب الهداية عاملة إزاي، للأخذ بالأسباب. فأما من أعطى، خد بالك، واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، زي قول المولى عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. طيب، يبقى لما انت فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، شوف على طول النتيجه في بالفاء، بفاء التعقيب والسرعه، فسنيسره لليسرى. والتاني بقى اللي خد باسباب الهلاك وبعد عن اسباب الايمان واسباب الطاعه واسباب الفلاح: واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى. ولذلك المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. الله، مجرد أن أنت تقرب من ربنا جزء يسير جدا. المولى عز وجل وهو الغني عنا لكنه الودود الذي يتودد إلى عباده وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى، يبقى من تقرب مني شبرا، شبرا فقط، تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وشوف مين اللي محتاج لمين، انت اللي محتاج لربنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى شوف بيتقرب اليك اكتر ما انت تتقرب اليه، لان ربنا قال: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. قال جل وعلا: والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. توبة الإنسان محفوفة بتوبتين من عند المولى عز وجل. قال جل وعلا عن الثلاثة الذين خلفوا كان غزوة تبوك، قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فربنا بيرزقك نعمة التوبة أو يعطيك إلهام التوبة أن أنت تتوب، فدي أول حاجة. فأنت لما تتوب
خد بالك، فربنا يقبل توبتك. يبقى ثلاث أطراف، ربنا يلهمك بالتوبة، فإنت تتوب فربنا يتقبل توبتك. هو ده معنى الآية ثم تاب عليهم ليتوبوا. دايما لازم تكون سباق إن أنت يعني شوف يعني ما تسمعش عن أي إنسان بيفعل أي طاعة إلا تتمنى إن أنت تكون أفضل منه في الطاعة. اللي ايه؟ اللي هي التنافس في امور الدين وليست في امور الدنيا. من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فالقها في نحر. وده قول الحسن رضي الله عنه وارضاه. دايما تكون سباق، يكون عندك همه عاليه. كان في واحد اسمه عفيف الكندي. عفيف الكندي كان رجل تاجر. في يوم من الايام، كان الكلام ده لسه في بدايه البعثه، كان لسه يعني النبي بعث بقاله يومين ثلاثه مثلا. فعفيف الكندي ده كان رجل تاجر، فنزل مكه ومعاه بضايع، وكان نازل علشان يعني يبيع حاجات ويشتري حاجات من مكه. فنزل فقابل العباس اللي هو عم النبي صلى الله عليه واله وسلم. وبعدين وهو قاعد معاه وبيقول وقاعد وبنظر الى الكعبه، فوجدت رجلا خرج من خباء فقام فصلى. هو ما كانش عارف ان دي صلاه لحد ما ساله قالوا دي صلاه. بيقولوا شويتين لقيت امراه خرجت وراحت مصليه معاه هي كمان، وشويتين لقيت غلام صغير طلع هو كمان وراح مصلي معاهم. فبيقول العباس من هؤلاء؟ فقال اما الاول فهو محمد بن عبد الله ابن اخي، لان العباس عم النبي عليه السلام. فبيقول له ده ابن اخي، يقول أن الله عز وجل أرسله وجعله خاتم الأنبياء. قال ومن هذه؟ قال هذه خديجة زوجته تصلي مع زوجها. قال ومن هذا الغلام؟ قال علي بن أبي طالب. وما أعلم مسلما على وجه الأرض إلا هؤلاء الثلاثة. ده قول ابن قول إيه؟ العباس بن عبد المطلب. بيقوله ما عرفش حد آمن بهذا الدين إلا الثلاثة دول بس، النبي صلى الله عليه وسلم ومنها خديجة وعلي بن أبي طالب. فعفيف الكندي مشي والموضوع يعني ما شغلوش وكده، لكن بعد فترة طويلة شوية أسلم. فلما أسلم تذكر الموقف الأولاني لما كان شايف النبي عليه السلام ومع أمنا خديجة ومع علي بن أبي طالب وهم الثلاثة فقط المسلمين. فقال إيه؟ قال يا ليتني أسلمت في ذلك اليوم حتى أكون ربع الدين، يعني أكون أنا رابع واحد في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأمنا خديجة وبعد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. الحاجة الثانية والدرس الثاني إن مفيش حاجة في الدنيا يا جماعة بعد التوحيد وأداء الفرائض وبر الوالدين، مفيش حاجة أفضل من قضاء حوائج الناس. يا سلام لما إنسان يفرش كروبات الناس، خصوصا في الأيام الجميلة اللي احنا عايشينها ديت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يا سلام، شوف لما انت تكون في عون عبد، مش بقى وزير هيكون في عونك، مش انا بعمل خدمة لفلان عشان رئيس جمهورية هيكرمني، لا، ده لله المثل الأعلى وله يعني ولله المثل الأعلى ليس كمثله شأن والسميع البصير. ده المولى عز وجل فاطر السماوات والأرض بيقول لك أنا هكون في عونك، أنت بس أعن عبدي أو أعن عبدا من عبادي وأنا بذاتي سأكون في عونك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يا سلام. الحديث الثاني الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله سرور، وجابها بصيغة النكرة من أجل يعني أن يقول لك أي حاجة عملها أي حاجة يا أخي ادي له لقمة. ده امرأة دخلت الجنة بسقيا كلب، شوف في أكتر من كده يا أخي، ده ممكن لقمة كده، ده ممكن مسح على رأس يتيم تخش بها الجنة. يعني لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يبقى أحب العمل إلى الله سرور، ما قالكش أكل، مش لازم يكون أكل على فكرة، ممكن يكون واحد معاه فلوس لكنه مكتئب وتعبان وعنده ظروف، او حد مات له او حصل له اي حاجه، لما توسيه، لما تقعد معاه، لما تجبر بخاطره، لما تقول له كلمتين حلوين، لما تطبطب عليه، لما تاخده في حضنك، انت فرشت كربه، فده عمل طيب. احب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم، او تكشف عنه كربه، او تسد له جوعا، او تقضي عنه دينا، ولا ان امشي مع اخي في حاجتي احب الي من ان اعتكف في مسجدي، يعني في مسجد النبي عليه السلام شهرا كاملا. ومن مشى مع اخيه في حاجتي حتى يثبتها له اثبت الله قدميه يوم تزل الاقدام، وان سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الله اكبر. يبقى اذا
الإنسان واجب عليه أنه يحرص دائما على نفع المسلمين من حوله، يعني بأي طريقة أيا كانت. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الإنسان يحاول يدخل السعادة على الناس. تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة، إفراغك في دلو أخيك صدقة، يعني كل ما تفعله، أي حاجة، البسمة، المعاملة الطيبة، الكلمة الطيبة، إلقاء السلام، كل هذه صدقات بنتقرب بها إلى الله. تعالوا نكمل مع بعض، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله على حبيبك. نعيش بالقلوب مع كلها، نعرف المعنى وتدينا الحكاية. رح نعيش بالقلوب مع كلها، نعرف المعنى وتدينا الحكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رجعنا لكم مرة تانية مع آية وحكاية، وما زلنا مع هذه الآية الكريمة أو تلك الآيات الكريمات في سورة الليل. قلنا يا جماعة إن أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى. وأرجو تركزوا أو في الحديث ده عشان تعرف موقعك. يعني في إنسان بيقول أنا بحب ربنا، بس المشكلة مش في إن أنا بحب ربنا ولا لأ. طبعا إشكالية كبيرة جدا إن أنا لازم طبعا أحب ربنا، ده واجب علي. لكن أقصد إيه؟ أقصد إن ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ما الكل بيقول أنا بحب ربنا، ما أنا ممكن أكون بزعم وأكون أنا إنسان من جوايا مش صادق، لكن الشأن إن ربنا يكون بيحبك. زيك لما ربنا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما كانتش المنقبة في إن كلمة رضي الله عنهم بس، لكن كانت المنقبة الكبيرة في رضوا عنها. إن ربنا سبحانه يقول هذه الكلمة، ده معناه إن هو في قمة الرضا عن هؤلاء الناس لدرجة إن يذكر هذه الكلمة سبحانه وتعالى. فإذا فليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. لا، أنا بحب ربنا، أعرف منه بحبني. يقول أحد السلف: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. أقامك في فعل الخير هو ده مقامك عند ربنا، أقامك في طاعة، في دعوة إلى الله، في عمل خير، في خدمة الناس، فده مقامك عند ربنا سبحانه وتعالى. أقامك بقى في الشر والكذب والتدليس والخيانة وإلى غير ذلك، فده مقامك عند ربنا. يبقى دي مهمة جدا جدا أنت تعرفها، إن على بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. كل إنسان بصير على نفسه، ما يجيش بقى واحد يقول إيه لا أصل وفصل، لا لا، أنت عارف إيه اللي جواك، وأنت عارف أنت بتفكر في إيه، وعارف بتعمل إيه، وعارف أخلاقياتك وسلوكياتك عاملة إزاي، وستلقى الله بها عز وجل يوم القيامة. ممكن أنا أتخدع فيك، وممكن تتخدع فيا، ممكن الناس تتخدع في بعضها، لكن في النهاية بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. فالنبي عليه الصلاة بيقول: إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم. ليه بقى؟ لمنافع العباد. يعني ممكن يكون حضرتك مرتبك مثلا 3000 جنيه، فجأة ربنا يصل لك سبب ما، والسبب ده من حيث لا تحتسب، بقى المرتب بتاع حضرتك 10000 جنيه. خد بالك، ممكن ما يكونش 7000 الباقيين دول بتوع حضرتك، ممكن ربنا سبحانه وتعالى جعل النعمة دي في ايديك عشان تكرم العباد. قول لي اكرمهم ب7000، يا سيدي اكرمهم ان شاء الله حتى ب3000، اكرمهم ان شاء الله حتى ب1000. المهم ان ايه؟ ان ربنا رزقك بالنعمة دي عشان تخرج منها لإكرام الفقراء واليتامى والمساكين إلى غير ذلك. يبقى إن لله تعالى أقوى من يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها، خد بالك، ويقرها فيهم ما بذلوها. يعني يقر النعم دي عند الناس دي إذا بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. عشان كده بعض الناس يقول لي كانت الدنيا معقولة، يعني الدنيا يعني كنت ماشي الحالة متوسطة، فجأة ربنا فتح عليها من وسع، وبقيت مش عارف ألم الفلوس يمين ولا شمال، وبعدين بعد سنة بقيت أفقر من الأول. فبسأله بقول له: فكرت تزكي عمالك؟ فكرت تتصدق، تعمل أي حاجة؟ قال لي: لا، ما عملتش. قلت له: إيه الحديث ده بقى تعرف السبب؟ إن ربنا أكرمك بالنعم دي كلها علشان تطلع جزء ولو يسير كده تكرم الفقراء واليتامى والمساكين وإلى غير ذلك، وتشوف إخواننا المنكوبين في كل مكان، في سوريا ولا هنا ولا هنا، وتشوف الناس اللي مش لاقية تاكل. وخد بالك، طيب أنت بقى احتفظت بالمال ده، قلت ده بتاعي ومحدش لي فيه، خلاص تحول النعمة منك إلى غيرك. هي دي سنة المولى عز وجل. فالحديث الذي رواه مسلم
ان الرجل اللي كان ماشي رجل من بني اسرائيل ماشي فسمع صوت في سحابه بيقول اسقي حديقه فلان، فسمع صوت كده اسم مثلا، يعني نقول مثلا اسقي حديقه مثلا احمد مثلا اسم اي اسم، فرجل مشي فلقى السحابه اتحركت وجت في مكان معين وراحت منزله الميه بتاعتها كلها في البستان ده وما طلعش نقطه منها بره. دخل لقى راجل سمته طيب كده وجميل ما شاء الله وبيحول الميه كده عشان يوزعها على القنوات اللي موجوده في الارض علشان الزرع كله يتسقي. قال له اسمك ايه؟ قال له اسم احمد، لنفس الاسم اللي سمعه في السحابه. قال له ماذا تصنع؟ قال له ليه؟ قال له انا سمعت صوت في السحابه بيقول كذا، انت بتعمل ايه؟ قال له بنتظر يعني يوم الحصاد وابعت لفقراء القريه اللي انا فيها كلها، كل الفقراء واليتامى والمساكين والارامل تعالوا كلكم، مش عايز حد يتاخر، تعالوا احنا حصدنا قد ايه المحصول، ادي المحصول طلع كام شوال عزكم الله 300 شوال، خلاص خدوا بقى 100 شوال اللي هو التلت ووزعوه على بعض كده وربنا يسعدكم ويبارك فيكم. ياخدوا بقى الفقراء بقى ال 100 شوال ده يوزعوه على نفسهم، وال 100 الثاني بقى سماد وتقاوي وشويه زروع وبذور والكلام ده كله عشان يزع على الارض مره ثانيه، والتلت الثالث ياكل هو واهل بيته وقرايبه. فعرف ان ربنا سخر له السحابه ديت علشان نفس الموضوع دوت. فعشان كده الانسان اسعد لحظات حياه المسلم ده، المسلم الحقيقي بجد يوم ما يدخل البسمه على الانسان ويسعده ويكرمه. الامام عبد الله بن المبارك قلنا لكم القصه دي قبل كده، في كان كل سنه كان بياخد ناس من اهل مرو في العراق ويروحوا يحجوا مع بعض ويجمع الفلوس بتاعتهم، وبعدين بعد ما يرجعوا يرجع لهم الفلوس مره ثانيه بعد ما هو اللي يصرف عليهم بس ويحجز ايه ثمن الهدي بس. ففي سنه من السنين رايحين يحجوا ومعاهم بقى صندوق مليان فلوس بقى ما شاء الله قافله كامله يعني، فهم رايحين فبيعدوا كده في السكه تعبوا فاستراحوا في مكان، بيستراحوا في مكان من الاماكن، لقى امراه كبيره كده قد امهاتنا اعزكم الله بتاكل من مزبله. فقال لي ماذا تصنعي هذا يا امه؟ قالت له انا واهل القريه لم نذق ذواقا منذ ثلاثه ايام، ما ذقناش لقمه بقالنا ثلاث ايام. فما كان منه الا انه راح مقد الصندوق وراح مدوله، قال لا هذا لك ولاهل قريتك. ثم نظر الى جميع اصحابه وقال هذا حجنا في هذا العام. في ناس كتير فاكرة ان الموضوع، طبعا ربنا يهني اتمنى كل المسلمين يحجوا كل سنة. في امور يا جماعة اسمها فقه الاولويات. انا راجل عندي مقدرة احج كل سنة وبيدفع في الحج قد ايه؟ ده في شركات النهاردة وصل الحج فيها 150,000 جنيه، بيبدأ من 30,000 ل 150,000. خيال حضرتك نقول في المتوسط هيدفع 60,000، 60,000 دولت اقسم بالله ممكن يجوزوا 6 شباب من الشباب البسطاء اللي موجودين في بعض الاماكن القرى والريف والحاديه، 6 شباب يجوزوهم ويسعدوهم. تخيل حضرتك هيجوز 6 شباب يعني هينشئ 6 اسر مسلمه توحد ربنا وتعبد ربنا وهيعصم يعني اسر من الفتن ومن البلاء. تخيل حضرتك في حين ان هو ممكن يكون حج قبل كده مثلا 10-15 مره. مش بقول له ما تحجش، بقول له لو يعني لو انت الحمد لله حجيت واديت الفريضه وحجيت مره واثنين وثلاثه وعشره واستمتعت، خلي فلوس الحج ديت اكرم بها اسر فقيره. في ناس مرميين في الشارع بمبلغ بسيط جدا، ممكن تاجر لهم شقه، الشقه دي هتدفع مثلا مقدم 1000 جنيه اللي هو الايجار الجديد وكل شهر 500 جنيه، لميت اسره، لميت لحم، لميت عرض من الشارع حطيتهم في شقه. ممكن يكون واحد عليه دين ودخل السجن، ده احنا شفنا سبحانك يا رب نساء بسبب بعض الأشرار اللي عايشين في مجتمعنا، ربنا يا رب يخلص مجتمعنا من الأشرار دولت، ناس بتستغل يعني ناس فقراء جدا، واحد يكون عنده محل كده أدوات يعني أدوات منزلية وحاجات زي كده، دواليب أوض نوم بوتاجازات تلاجات مش عارف إيه، واحدة ست غلبانة يا عيني نفسها أمنية عمرها تطبخ على بوتاجاز، خدت منه البوتاجاز بالقسط مضاها على كمبيالات فاضية وراح بعد كده كتب مبالغ اللي هو عايزها وراح دخل السجن. طب ست الفقيره دي تملك ايه؟ يعني ما اتقتش ربنا فيها؟ ما صعبتش عليك؟ وجابوا لقاءات، جابوا لقاءات كتيره جدا في التلفزيون مع نساء بالمنظر ده، واحده اترمت في سجن 3-4 سنين بسبب ان هي محجوزه في ايه؟ والله العظيم لما تسمعوا تضحكوا. مسجونه في 2000 جنيه او مسجونه في 3000 جنيه. يعني حرام عليك ولا حلال لما تدخل ام وتتحرم من اطفالها وليل ونهار بتبكي واولادها بيموتوا بره علشان 3000 جنيه؟ خير حضرتك لما تروح وتصالح واحد تاجر بالمنظر ده لا عنده دين ولا عنده اخلاق ولا يعرف ربنا اصلا وتروح تصالحه وتقول له معلش طب خد ال 3000 جنيه ولو سمحت بقى طلعها من السجن كفايه، خليها تشوف عيالها في ايام مفترجه زي كده.
شوف المعنى ده. انا نفسي والله العظيم نفسي كده رجال اعمال ويروحوا بنفسهم. ارجو ما تدوش فلوس لحد. انا بقولها لكم للمره المليون، انا هو قدامك اهو، لو قلت لك انا اخوك محمود المصري بقول لك عايزين فلوس لمساعده كذا، قول لي يفتح الله، ما تدينيش ما تدينيش، وانا لا يمكن اخد اي فلوس من اي حد. ما تديش حد فلوس، روح بنفسك يا اخي، استمتع، استمتع برؤيه البسمه على وجه الفقير بنفسك، استمتع برؤيه البسمه على وجه المظلوم بنفسك، استمتع بان انت تبني مسجد بنفسك، استمتع بان انت تكرم يتيم بنفسك، استمتع بان انت تعمل الخير مباشره منك ليهم عشان دول يشهدوا لك يوم القيامه ان شاء الله. نفسي رجال الاعمال يجتمعوا مع بعض. ربنا يبارك فيك يا رب. روحوا سجن القناطر، روحوا سجن النساء، هتلاقوا نساء غلابة والله العظيم في قمة الغلب، محبوسين في 2000 وفي 3000 جنيه. شوف قديها تدخلوا بسمة، قديها لما تخرجوهم على العيد وتراضوا التجار اللي ضحكوا عليهم مضوهم على كمبيالات، وهم عين النساء ما بيعرفوش لا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، ما بيعرفوش لا يقروا ولا يكتبوا، وغصبا عنهم لا حول ولا قوة إلا بالله كتبوا الكمبيالات والشيكات دي ودخلوا السجن. روحوا كده ادفعوا الفلوس للتجار دولت، وخلوهم يخرجوا النساء دولت من السجن، خلوهم يشوفوا ولادهم. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ما تنسوش شنط رمضان الناس اللي مش لاقيه تاكل، شنطه مش هتكلفك حاجه، ده بكبرها قوي 50 جنيه، يعني انت ممكن ب 1000 جنيه تعمل 20 شنطه، ب 10000 جنيه تعمل 200 شنطه، ولا تعمل مش عارف قد ايه، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى هتقدر تعمل خير كتير قوي. وربنا يبارك فيك يا رب العالمين. داخلين على العيد، زي ما هتجيب لولادك لبس العيد، شوف أسرة فقيرة جنبك دخل عليهم السعادة، هات لهم كده طقمين ثلاثة للولاد، خليهم يلبسوا، مش لازم من نفس النوعية بتاعت ولادك، بتلبس ولادك حاجات كده يعني توكيلات ومش عارف ايه، يا سيدي هم راضين يروحوا يشتروا من على العربيات في العتبة، مفيش مشكلة، هم مبسوطين وسعداء جدا بكده، إن شاء الله حتى 100-200 جنيه تسعد قلوبهم بالحاجات البسيطة ديت. ما تنساش إخواننا في سوريا، والله العظيم كانوا جايبين النهاردة في حلقة عن اللاجئين السوريين في لبنان، أقسم بالله ملايين لقمة ياكلوها، ملايين يعني كتير منهم عايشين والله العظيم في عشر صفيح، ومش حد مديها لهم، ده هم يا دوب جابوها من الشوارع كده حتة خشبة جدا، حتة خشبة وغطوها بصفيح، وقاعدين نساء ورجال وأطفال وبنات مش لاقيين مكان حتى يقضوا فيه حاجتهم. فنكرمهم الله يبارك فيكم، ما ننساهمش. وبعدين تأكدوا والله العظيم ربنا بيقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وزي ما قلت لكم ما تدوش لحد، روحوا بنفسكم. أما بالنسبة لموضوع سوريا فالحمد لله ربنا يعني جعل لكم سبيل، اتحاد أطباء العرب ناس فاضل وموثوق فيهم الحمد لله، ابعتوا لهم هم يوصلوا مفيش مشكلة خالص، أو شوفوا أي حد من الناس اللي هم السوريين اللي هم بيتعاملوا مع الثورة مباشرة، أي حد، المهم إن أنتوا تطمنوا إن حاجاتكم واصلة. ربنا يا رب يجعلكم سبب لتفريج الهموم عن فقراء المسلمين وعن اليتامى وعن الأرامل، وتحس بسعادة وبركة، وربنا يحفظك ويحفظ لك أولادك بسبب إكرامك لهؤلاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، ونلتقي بكرة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نقرأ في الكتاب المستبين.